إن إسرائيل ما زالت تسير في طريق معقد ووعر من أجل السؤال. إن هناك مبادرة عربية وهناك الكثير من تلك الحلول والمعالجات والاقتراحات التي لا تريد إسرائيل أن تقبل بها وهي في صالح المنطقة بل وفي الغاية. ومن هنا نجد أن إسرائيل هي السبب في كافة تلك المشاكل المتواجدة في المنطقة والتي يجب على الدول أو المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل من أجل قبول الحلول المطروحة وما يطالب به الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه وحصوله على دولته المستقلة عاصمة القدس.